بعث فينا أشرف الأنبياء والمرسلين، ونشكره سبحانه على ما جعلنا من المسلمين، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في السماوات ولا في الأرض، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذكرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله. محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار. وبعد، أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله وكثرة مخافته ولزوم أوامره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك ورؤوف رحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد المصطفى، وارض اللهم عن جميع أصحابه وأزواجه وأنصاره وأولاده وأحبابه، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن خديجة وعائشة وفاطمة، وعن الحمزة والعباس والحسن والحسين، وارض اللهم عن جميع العلماء العاملين بعلمهم المخلصين لدينه، وارض اللهم عن جميع أولياء الأمة الإسلامية، وارض اللهم عن هذا الجمع المبارك، وعن هذه الوجوه الطيبة التي جمعت في بيتك خاطئات ذاكرات متباذيات، واجعل ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا في
ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل دعاءنا ونحن نتوسل إليك بحبيبك محمد المصطفى القائل: طلب العلم فريضة على كل مسلم، مكمل علوم الأولين والآخرين. أبو القاسم محمد، يا أيها الذين آمنوا فوزوا بالصلاة عليه، فإن صلاتكم تعرض على الله ثم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في العراق والشام والفلسطين، اللهم احفظنا من شرور الكفار والمشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا خير الغافرين، اللهم ارزقنا توبة نسوها يا تواب الرحيم، واجعلنا من عبادك الصالحين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأهم وأتم وأكبر.